مانشستر سيتي. لاعب امريك لابورت امامنا اللي بيلعب بجوار اللاعب اتشيتا على طول. هجمه المره دي انطلاقه من جانب اللاعب ادوريس وراؤول جارسيا. هجمه خطيره، هل يظبط العرضيه معاه ويليامز؟ عملها حلوه، خطره جول، خطره جول، خطره جول، خطره جول. ادوريس يا ولد يا ولد يا ولد على الهدف. ادوريس عملها حلوه قوي لراؤول جارسيا، وتير شتيجن دائما وابدا لا يجيد في هذا الملعب، لا التوقيت ولا الخروج ولا التعامل مع هذه الكره التي كانت سهله، لكن باقتدار سجلها ادوريس ليتقدم هنا في الدقيقه 25 نادي اتلتيك بلباو بهدف نجمه ادوريس اللي سجل 6 اهداف في الدوري و6 اهداف اوروبيه، وصاحب هاتريك في لقاء 4-2 في مرمى البارسا في عام 2015. شوف امامنا هنا، بص اتحرك ازاي، وشوف ويليامز راح على القائم الاول وادوريس يهرب من رقابه في غفله دفاعيه. اعرف يتحرك في ظهر المدافعين، لكن راؤول جارسيا عاملها ايه؟ عاملها عنوان، عاملها عنوان وعنوان ما تهشى عنه ابدا النجم ادوريس، لانه حطها باقتدار براسه ليضع هدف تقدم هنا لاتلتيك بلباو. اتلتيك بلباو تحدث قبل هذه المباراه المدير الفني فالفيردي وتحدث حول يعني ليس هناك مستحيل، كل شيء ممكن. ادوريس يسجل في الدقيقه 25 ولويس انريكي يسجل ويدون. ادوريس ادى الكره لراؤول جارسيا، شفنا ويليامز راح على القائم الاول وشفنا الكره اتعملت جميله. ادي امامنا الاسماء الغائبه، والهدف عن طريق اللاعب ويليامز، عن طريق ويليامز. كنا ننظر الى دي ماركوس الذي لم يشارك، ثم تكون الكره في الشباك هنا في هذه اللقطه، ويراي امامنا اللاعب اللي اجرى جراحه، الكل هنا كان يصفق له لياتي ويليامز بهدف في الدقيقه 28، لحظه كان فيها التصفيق من اجل الغائب للاصابه، ولكن هنا ياتي الفرح والسعاده من جانب اللاعب ويليامز اللي بيسجل هدف لا يصد ويرد في مرمى تير شتيجن. شفناها في الشباك، شوف امامنا ادي الكوره، شوف اتقطعت منين، شوف الضغط العالي، شوف الضغط العالي واللمسه الجميله من ادوريس. ويليامز، ويليامز عاملها حلوه حلوه. ادي امامنا ويليامز كوره الهدف الثاني، صعبه صعبه جدا صعبه جدا. اذا ارنستو فالفيردي حتى الان فالفيردي يلقن لويس انريكي درسا في هذه المباراه، يديله درس في هذه المباراه. ادي السعاده والفرحه على محيى اللاعبين اللي خارج القائمة النهاردة، وشفنا لحظة الدقيقة 27 اللي كان فيها التحية ويعني كان فيها المساندة للاعب المصاب بمرض سرطان اللعين اللاعب يوراي الفاريز، ليأتي ويليامز في لحظة دراماتيكية هنا في ملعب اللقاء في ملعب سبا مس اتنين، يعني كل بيترقبها. ادي انطلاقة اصحاب المهارة، هل يكون ليهم دور؟ نيمار يتوغل، المرة دي خطأ، المرة دي خطأ، اخيرا يدي خطأ بوربالان، يدي خطا فرنانديز بوربالان حكم مباراه اليوم. شوف تدخل امامنا راؤول جارسيا وذكاء من جانب نيمار. شوف هنا يمكن ما فيهاش ملامسه لكن يعني على الريحه كده، فاول على الريحه، قلنا على ركله جزاء، ركله جزاء صحيحه. الفاول امامنا هنا يعني ما كانش فيه الملامسه اللي يعني ياخد عليها خطا، لكن هنشوف هنشوف الاحداث، شوف اللقاء، حكم ايضا يعني بشر معرض انه يخطئ. حراس المرمى ايراثوس عنده 35 سنه، ايراثوس كان حراس المرمى في نادي اسبانيول لما كان معاهم على فكره فالفيردي، كان خسر نهائي الاتحاد الاوروبي دوري اوروبي امام اشبيليا 2007. وادي ميسي جول، وميسي وجول، ميسي جول، ميسي جول، ميسي جول، جول، هي من الأول جول، هي من الأول جول ميسي. أدي أمامنا بوربالان والمساعد أخيرا أمامنا جنبي. ميسي بيسجل ومحاولة من إيراثوس وبوربالان يقول له جول. هدف من كرة ثابتة، بص تعالى حضرتك هتلاقيه جايبها من جوه، بص جايبها منين، بص جايبها منين، وأدي الكرة هي طبت ومن جوه أهو جايبها من جوه. هدف ليه؟ برشلونه. ادي هدف من ميسي، شوف يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ميسي، هنا عاملها ايه بين 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 قلم وايه، والمسطره رايحه حلوه حلوه قوي. الهدف ميسي امامنا هو هدف يعيد البارسا للقاء. ايراثوس وادي الكوره، بص جيبها منين، ادي ايراثوس يحاول طبعا التاثير على حكم اللقاء. اصبحت 2-1